اهلا بيكم معانا مره تانية. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد من ميد ليرن، ودلوقتي هنتكلم عن موضوع شيق قوي انا بحبه دايما، اللي هو المالتيبل مايلوما. الموضوع شيق للميكانيزمز اللي فيه فيري انتريستينج، زي ما هنشوف مع بعضينا دلوقتي. كديفينيشن للمالتيبل مايلوما، دي هيماتولوجيكال ديس اوردر، طبعا احنا بناخدها اهو في البلاد او الهيماتولوجي، characterized by malignant proliferation. لو تاخدوا بالكم احنا خدنا مجموعه كده blood oncology، acute myeloid leukemia، chronic myeloid leukemia، اخدنا البوليسايسيميا فيرا، وبناخد المالتيبل مايلوما، المجموعات الحاجات الكبيره المشهوره المالignant proliferation في البون مارو. دي جايه اساسا من البلازما سيلز، يعني بس عشان تبقى الامور تبدا تتضح، اللي هي بتطلع ايه الاميونوجلوبولينز. لو ايه تفتكروا هي الخليه دي البلازما سيل، دي هي إيه اللي بتفرز الايه الاميونوجلوبولينز، اللي هي فيها قلنا ده اف سي بارت هنا هو ده اهو، واف اي بي بارت ده متغير، ده كونستانت ده وده ايه متغير. لو تفتكروا دي اميونوجلوبولين، بلازما سيل هي اللي بتطلعه. المالتيبل مايلوما ده تيومر جاي من البلازما سيلز، which may cause over production of immunoglobulins especially IgG اللي بيسموها parapproteins. بتلاقي بروتينز كتير ايه في الـ في الـ في الـ في البلد، وممكن IgM، وتعمل سيفير هايبر فيسكوستي في الحاله دي. في حاجه اسمها IgM ماكروجلوبيرينيميا، اللي هي شبه المالتيبل مايلوما. المالتيبل مايلوما اساسا بتبقى IgG، عشان نبقى ايه واخدين بالنا. لايت تشينز بس ممكن تطلع، يعني فاكرين الاميونوجلوبولين كان لايت تشينز وهيفي تشينز ومتركبين، ممكن بس تفرز الايه اللايت تشينز لوحدها، ودي بتعمل حاجه اسمها بنز جونز بروتينز في اليورين، وتترسب وتعمل توكسيستي للرينال تبيولز، ليها افكس على الكدني. اللايت تشينز دي هي اللي هي البنز جونز بروتينز اللي جت سيرتها يمكن في زمان في الباثولوجي لو حد يفتكر. اليوريك اسيد، ها الخلايا تتكسر يطلع يوريك اسيد كتير، وممكن تطلع تفرز اوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور. بلازما سيلز بتطلع كميدياتور من حاجتها الاوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور، فده بيزود البون ريزوربشن في 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 العظم في مليون حته، وممكن يعمل هايبر كالسيميا ومشاكلها. يبقى انا عندي كديفينيشن للايه للمالتيبل مايلوما، دي هيماتولوجيكال ديس اوردر كاركترايزد باي مالجننت بروليفريشن اوف بلازما سيلز ويتش مي كوز اوفر برودكشن اوف اميونوجلوبولينز. خدوا بالكم سبيشيالي المالتيبل مايلوما بيبقى فيها مين؟ اي جي جي، عشان بس نبقى ايه واخدين بالنا، غير الوالدنستروم ماكروجلوبولينيميا بتبقى اي جي ام. ها دي اي جي جي اللي هي بيسموها بارا بروتينز، بروتينز جايه من بره كده وماليه الدم معليها. لايت تشينز لوحدها ممكن تفرز، وقلنا ليها توكسيك افكت اللي هي البنس جونز بروتينز دي، اللايت بتبقى لايت تشينز بتاثر على الكدني. يوريك اسيد يفرز كتير من تكسير الخلايا دي، واوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور بيطلع منها ستيميليتور ريزوربشن اوف بون. طب الاعراض هتيجي منين بقى؟ الاعراض اول حاجه في كومبريشن كميكانيزم على السراوندنج بون مارو، ما هي الخليه طالعه من البون مارو. طيب جميل، يعني ادي البون مارو مثلا اهو، الخلايا ايه عماله تتكاثر، هتكسر بقى الايه وتموت في الخلايا اللي جنبها، يحصل ايه بان سايتوبينيا. تبص تلاقي العيان جاله انيميا، انفكشنز وبليدنج تندنسي نتيجه نقص الار بي سيز او الوايت بي سيز او البليتلتس. ما انت بتكسر كل الخليه، البلازما سيل عماله تنمو تنمو تنمو، تاكل الاكل وتكسر بقيه الخلايا، تقلل الار بي سيز يحصل انيميا، تقلل الوايت بي سيز يحصل انفكشنز، تقلل البليتلتس يحصل بليدنج تن. يبقى مش معنى بلازما سيل بقى وطلع اميونوجلوبولينز مش هيجي له انفكشن، يعني دي اول ميكانيزم اهو للانفكشن ناخده، اللي هو اللوكال ديستراكشن. ها ادي قلنا للوايت بي سيز ممكن يؤدي الانفكشنز، وقلنا بليدنج تندنس بنقص البليتلتس لانها لوكال كومبريشن ها اوف ذا سراوندنج بون مارو اي اليمنتس. دي اول حاجه. تاني حاجه احنا جبنا سيره ان بتطلع اوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور، ده بيعمل بون دامج وريزوربشن ها نتيجه زياده الاوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور. تبص تلاقي عيانين مالتيبل مايلوما يجي لهم باثولوجيكال فراكتشرز، يجي لهم اوستيوليتيك ايه ليجن، شايفين الايه الحته السودا دي شويه والحته السودا دي، كل دي اوستيوليتيك ايه ليجنز في السكال اهي، ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه اوستيوليتيك ليجنز في السكال.
ممكن الريزوربشن ده يعلي الكالسيوم وتلاقي ايه هايبر كالسيميا تحصل، ومن ضمن اسباب الهايبر كالسيميا ممكن تبقى مالتيبل مايلوما معليه الكالسيوم. يبقى انا ما استغربش بالاضافه قلنا الدامج وكمبريشن للبون مارو اليمنتس اللي عملت لي بانسايتوبينيا، الاوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور ده هيعمل باثولوجيكال فراكشر للعيان، هيعمل اوستيوليتيك سكال ليجنز، وممكن يعلي السيرم كالسيوم يحصل ايه هايبر كالسيميا. طب ايه كمان؟ جبنا سيره البنس جونز بروتينز، ها، وقلنا بتعمل رينال دامج، بس الرينال دامج في المالتيبل مايلوما له مالتيبل ميكانيزم مش مجرد البنس جونز بروتينز. اولا احنا جبنا سيره اوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور بيطلع كالسيوم من بون ريزوربشن، الكالسيوم ده يروح يترسب في الرينال تيشوز، ها، ويعمل رينال ستونز ودامج ايه، ها، نيفروكالسينوزس ورينال ستونز، ويدمر ايه في الكيدني اهوت. اللايت تشينز اللي هي جزء من الاميونوجلوبولينز لو تبدا تترسب كاند برودكت بنس جونز بروتينز جوه الرينال تبيولز، توكسيك رينال تبيولز، وبتعمل فيها ايه دامج، فده ليها توكسيك افكت على الكيدني تبيولز. الخلايا اللي بتتكسر قلنا بيطلع يوريك اسيد، ده بروتين، وفي نهايه يوريك اسيد دامج للكيدني نفروباثي مشهوره. يبقى انا عندي ال 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 قلنا البان سايتوبينيا، قلنا الاوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور وافكت على الكالسيوم بون ريزوربشن والحته دي، قلنا رينال دامج بيحصل فيها. شفتوا ليه انا بقول ميكانيزم رائع يعني عجيبه في المالتيبل مايلوما؟ رينال دامج، ها، نتيجه قلنا الكالسيوم العالي من الاوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور بيترسب، توكسيك افكت لللايت تشينز اللي هي جزء من الاميونوجلوبين بتعمل توكسيك افكت على الرينال تبيولز، واليوريك اسيد الكتير من الخلايا اللي عددها كتير ممكن يعمل يوريك اسيد ايه نفروباثي. اللايت تشينز جبنا سيرتها وقلنا دي لو عدت في اليورين لايت تشين مي باس ان يورين كوزنج ايه البنس جونز بروتينوريا. يعني برضو انا كلابوراتوري انا ما اتكلم هنا على الميكانيزم بتاع المرض بنس جونز بروتينوريا، ولكن هو اساسا العيان بيجي له اعراض انيميا جامده وانفكشنز وبليدنج تندنسي هايبر كالسيميا بون دامج وفراكتشرز سكال اوستيوليتيك ليجنز كيدني دامج ان ديفرنت فورمز، وممكن نلاقي بنس جونز بروتينز كمان. طب في حاجه كمان، في ساعات هي بتطلع او مش ساعات، هي المالتيبل مايلوما ايه بتطلع سنجل تايب اوف ايميونوجلوبينز، ما هي خليه واحده اتجننت، مش اول خليه دي بتطلع نوع واحد من الايميونوجلوبين، مش حتى انواع، نوع واحد كده طق طق اللي هي ايميونوجلوبين ان جي زي ما اتفقنا. فانا عندي الصوره دي للالكتروفوريسيس بنلاقي حاجه اسمها سبايك اون بيبر او ام باند، نتيجه الايه انها بتطلع نوع واحد من الاميونوجلوبولينز، فتبص تلاقي ده ادي هنا في انواع، ادي البومين والفا 1 جلوبين الفا 2 بيتا جلوبين جاما جلوبين، وسط الجاما جلوبين هنا هتلاقي اللي هي الاميونوجلوبولينز جاما جلوبولينز، بتلاقي في نوع بقى لوحده كده سبايك طلع كده اهوت اهي، ها، ناتج عن اي جي جي لوحده اللي عالي كده اهوت اهي، فيسموها ام سبايك او ام باند في البيبر الكتروفوريسيس. دي كاركترستيك للايه للمالتيبل مايلوما، وجود ام باند او ام سبايك في البيبر الكتروفوريسيس في منطقه الايه الجاما جلوبولينز اللي هي فيها اي جي جي. يبقى انا لما اعمل بيبر الكتروفوريسيس هبص هتلاقي ايه، ها، النورمال بتبقى كده، لو في مالتيبل مايلوما بتطلع اي جي جي في منطقه الاميونوجلوبين تبص تلاقي ايه في ام سبايك ايه في الايه البيبر الكتروفوريسيس او ام باند. تاني حاجه الاميونوجلوبولين العالي ده اهوت، ها القوي الاي جي بي سبريس اذر برودكشن اوف اذر فورمز ايه اوف اميونوجلوبولينز، او بي سبريس الايه اذر فورمز، وبالتالي بيجي لهم ايه انفكشنز. يبقى ادي تاني ميكانيزم للانفكشنز. الاولاني لو تفتكروا انها بتكمبرس البون مارو حواليها وتعمل بان سايتوبينيا انيميا وتقلل وايت بيسيز يحصل انفكشنز. التاني اهو ان الاميونوجلوبين العالي ده، ها، بيروح بنيجاتيف فيدباك انهيبيشن ينهبت بقيه الاميونوجلوبينز، تبص تلاقيها قلت وجاله انفكشنز. يعني يبقى انا لانه مطلع نوع واحد، انا مش عاوز نوع واحد، انا عاوز كذا نوع وكذا صنف على حسب الاورجانيزم اللي قدامي، مش عاوز اي جي جي بس، لو ده بس اللي هيطلع النوع ده وفي نيجاتيف سبريشن على الباقي هيحصل ايه انفكشنز. تالت حاجه كبروتين هو وكميته ضخمه جدا مش طبيعيه الاي جي جي ده، ها، سبيشال لو مطلعه اي جي ام
بارا بروتينيميا، هم اخوات يعني بصراحه، هم ايه تنوعات من نفس المشكله اللي هو هيماتولوجيك مالينسي من البلازما سيلز، يا اما اي جي جي يا اما ايه الوالدن ستروم تايب اللي هي اي جي ام. فممكن تبقى اي جي ام بارا بروتينيميا، هي دي اللي بتعلي البلاد فيسكوستي جدا، ولكن برضو مع الاي جي جي بتعلى الاي جي ام بيبقى اعلى لازق جدا، و ده ممكن الفيسكوستي العاليه تخلي سلو سيركيليشن، تلاقي العين عنده كونفيوجن فيجوال ديستربنس عشان الريتينا اللي سلو سيركيليشن ليها ضعيف، الفيرتايجو ها ممكن يجي له فيرتايجو، فتبص تلاقي العيان ده نتيجه السلو سيركيليشن من هاي بلاد فيسكوزيتي ها مديله اعراض ايه، ها كونفيوجن من السريبرال فيسلز، فيجوال ديستربنس وفيرتايجو كمان، كل دي من سي ان اس ايه او ريتينال هايبوكسيميا ناتجه من السلو سيركيليشن اللي حاصله. يبقى البرودكشن اوف سنجل فورم اوف اميونوجلوبولينز ده كبروتين عامل لي الايه الام باند، وعامل لي سبريشن للاذر اميونوجلوبولينز، عامل لي انفكشنز اهو، وعامل لي زياده في الفيسكوستي بتاع الدم بالذات لو اي جي ام مش اي جي جي وبارا اي جي ام بارا بروتينيميا يعني، ودي بيحصل السلو سيركيليشن من الفيسكوستي في البرين، يعمل سلو ثينكينج وكونفيوجن على الريتينا، فيجوال ديستربنسز، فيرتايجو برضو من البرين، هايبوكسيميا ايه اللي ممكن تبقى موجوده. كعلاج للمالتيبل مايلوما يعني على المستوى الانترنال ميديسين العاديه يعني مش يعني في ناس متخصصه المفروض تعالج الحاجات دي، لكن الفكره العامه بتاخد سايتو توكسيك دراجز. يبقى ده بالنسبه لموضوع المالتيبل مايلوما، شفنا انها بتطلع اميونوجلوبولين جي والام سبايك والاوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتورز والرينال دامج اللي بيحصل، بلاد فيسكوستي العاليه بالذات مع اي جي ام، والانفكشنز واللوكال كومبريشن اوف بون مارو، كل دي اعراض مالتيبل مايلوما. موضوع متميز جدا، والبلاد بيكشر البلازما سيلز طبعا بالهبل، والاميونوجلوبولين جي ممكن يبقى عالي، والبيبر الكتروفوريس زي ايه ما شفناها كده. يبقى احنا كده خلصنا موضوع المالتيبل مايلوما، وان شاء الله الى لقاء مع توبكس تانية باذن الله، او احيانا يمكن هنضيف برضو ايه على الهيماتولوجي حاجات اكسترا، ولكن احتمال كبير هنقل ايه دلوقتي على الايه الجاسترونترولوجي بعض الموضوعات، وهنزود على طول باذن الله. شكرا جزيلا.